إخفاء رجل مو الشيء الهين. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. يوم من الصبح إذا واحد يقعدني تحت الباب سيد رئيس أمامي. الأمريكان قريبين، أكو مكان. ذاك الوقت ما كنت أفكر إنه 150,000 جندي يبحثون عنه. I am today announcing a $25 million reward for information leading to the capture of Saddam Hussein. Go, 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 go! الجيش الأمريكي بدأ يبحث عن الرئيس العراقي بجنون. قمنا نشك أقرب الأقرباء لي. في كل مكان تلقي من تشوف. فأيضا اقترحت علي نسوي سوفد ملجأ للحالات الطارئة يعني. السايق الشخصي لصدام حسين هواني. الدكتور الشخصي لصدام حسين هواني. الحماية هواني. صرحنا عليه انه اذا يريد يتزوج ما عندنا مانع يعني. كيف نبحث له على مرة و 150,000 جندي امريكي يبحثون عن هذا الشخص؟ ما كان شيء صعب.